ما فرضت الحرب على قوم إلا وكان السلام الخيار المقابل، وما من حرب استمرت إلى ما لا نهاية. هكذا جرى العرف وأصبحت في تاريخ الشعوب حقائق. لكن الأمر في اليمن يبدو مخالفا تماما. هنالك من يريد جعل الحرب واقعا في حاضر اليمني ومسارا مفتوحا على المستقبل، ومن أجل هذا أصبحت حالة اللاسلم مشروعا للتدخل الإقليمي الذي جعل من إعادة الشرعية عذرا فاضحا ومن تقويضها مشروعا وعملا. وفي المقابل من كل هذا بدأت نوافذ تفتح للسلام وفق هذه المعطيات. نحن نطالب بتسوية سياسية عادلة تكفل الديمقراطية وتكفل الجمهورية وتكفل المواطنة المتساوية، وتستند تماما على مرجعيات الشعب اليمني في هذه اللحظة، تستند على مخرجات الحوار الوطني، تستند على قرارات مجلس الأمن، وتستند على اتفاقية نقل السلطة، هذا مهم جدا. لكن السلام قد لا يبدو خيارا واقعيا ما دامت قناعات من ابتدأ الحرب وفرضها على اليمنيين لم تتغير ولم يبدي ما يشجع على المضي نحو مستقبل بلا حرب، يقول آخرون. جميعنا مع السلام، جميعنا مع الحلول، جميعنا مع التسويات، جميعنا مع رفع الحصار، جميعنا مع وقف الحرب، لكن كل ذلك لن يتأتى إلا بإنهاء الانقلاب، لأنه للأسف لو كان الانقلابيين ضمير أو كان لهم عقل لبادروا هم بخطوات حسن النية التي طالبنا بها كثيرا، بعد ذلك يمكن أن يتدخل الناس في حلول وتسويات، لكن أن تبقى هذه الميليشيا على غرار الميليشيا والعصابات في بعض الدول العربية التي أنهكت تلكم الدول وأضعفتها، فإن هذه حلول مرفوضة من تهمهم مصلحة اليمن. 4 أعوام من تقويض الدولة وإنهاك الشعب، كان فيها الموقف الدولي غائبا عن أي فعل مؤثر، إلى أن تضافرت العديد من العوامل التي أدت في النهاية إلى تغير الخطاب الدولي، ويؤمل أن يصاحبه أيضا تغير في التحرك والموقف. حد كبير يعتمد على موقف المجتمع الدولي، وأنا ذكرت أنا في تقديري السبب الرئيسي للدعم الغربي إلى التحالف السعودي أن هذا التحالف تعمل داخل أجندة مضاد لإيران، وإدانة إيران جزء من الأجندة الأمريكية، والأجندة الأمريكية جزء من الأجندة الإسرائيلية، فعلى الجميع أن نتخلص من هذا المنظور. وما بين جدلية الحرب والسلام الدائرة الآن هنالك مساحة واسعة من المعاناة تستنزف اليمنيين وتعمق من جراحاتهم الكبيرة. بينما تحصد الحرب ضحاياها في اليمن قتلاً وجوعاً ومرض، يرتفع هنا في هذه القاعة صوت للسلام، فهل يجد هذا الصوت مساره إلى الأروقة الدولية ومراكز صنع القرار بما يضمن تسوية عادلة تقتص للضحايا أولاً وتضع حداً لأكبر أزمة إنسانية في التاريخ حسب توصيف الأمم المتحدة؟ ماهر أبو المجد، قناة بلقيس، إسطنبول.